نشاهد وياكم هذه الصور المتداولة أمامنا على الشاشة لاحتفال بعض المواطنين السودانيين ربما بعض أفراد الجيش السوداني. إذن الجيش السوداني ينشر احتفالات داعمة له من خلال هذه الصور أمامنا على شاشة العربية. إذن هذه صور لمركبات للجيش السوداني ومن حوله بعض ربما المواطنين الذين يحتفلون بالجيش السوداني ومن حول أيضا كذلك هذه المركبات. نحاول لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.